مش بس فكره انه يعمل صفقات جماهيريه عشان الاهلي ما بيشتغلش في فكره البوم تيك تاك ده، يعني فكره انا عملت 20 صفقه وانا جبت وانا مضيت ونطلع اللعيبه واقفه. مش دي قصه النادي الاهلي خالص على فكره. قصه النادي الاهلي هي فكره اللعيب اللي يضيف للسكواد، اللعيب اللي يساهم في تحقيق اهداف الفريق. طلع لي 5، اقعد كده مع نفسك بينك وبين نفسك، راجع كده سيزون الدوري. احنا ما عندناش على فكره غير 2 لعيبه طلعوا من الدوري ده كله احترفوا بره. يعني الدوري ده اللي انت شايف مئات الملايين بتتصرف عليه ولاعيبه، وتسمع عن انه انا هشتري اللعيب ده فانا عايز 30 مليون ومعاه مش عارف مين اعاره ومين اعاره سنتين ومين باع نهائي ومين. الدوري ده ما طلعش منه غير طارق حامد واحمد رفعت. في لعيب تاني من الدوري المصري احترف بره؟ لا بلاش احترف بره. في لعيب من الدوري المصري اتطلب بره والمفاوضات فشلت؟ اتطلب بس مفيش. فبالتالي دور كده وفتش في كواليتي مين اللعيب اللي ممكن. في لعيبه كويسه كتير، انا ممكن اقول لك 5 6 7 اسماء لعيبه كويسه، لكن هو السؤال هل لو جت عندك تعمل اضافه؟ هل لو جت عندك يعني تعمل الفارق؟ هل لو جت عندك تراهن عليها ان هي دي اللي هتقوم الدنيا مش هتقعدها؟ ما احنا برضو لازم. هل شايف انه الارقام اللي اتطلبت في اللعيبه السنه دي تتناسب مع كل نادي يطلب زي ما هو عايز؟ انا مش ضد، انا مش يعني انا ما عنديش اعتراض على ده. عندك لعيب شايفه كويس عليه طلب، ان شاء الله تطلب فيه مليار جنيه. لكن انت بقى كجمهور لما تيجي تقيم وتيجي توزن الامور، هل انت شايف انه في لعيب في مصر يستحق انه يدفع فيه مثلا 20 مليون جنيه و3 4 لعيبه؟ مين؟ يا ريت تقول لنا الاسم، انا نفسي جدا اسمع الاسم. برونو سافيو اللي جه النادي الاهلي ده، لو انت بتشتريه هنا من مصر كان هيطلب فيه كام؟ لما سمعنا احنا عن صفقات في لعيبه مصريين مطلوب فيهم 3 مليون دولار. في فريق طلب في احد اللاعبين هنا المحليين 3 مليون دولار. خد بالك اللي عمله الاهلي السنه دي في الصفقات المحليه يعني بجد بجد هو عين العقل. السيطره على المزايدات وعلى الارقام الفلكيه اللي لا تتناسب مع حجم الكره اللي بتتقدم، ده شيء كان لازم يحصل من سنه او سنتين فاتوا. والمغالاه الغير طبيعيه في عمليه تسعير اللاعب المصري لا هتضيف للعيبه في مصر ولا هتضيف للكره المصريه. يعني على راي ولا من غير على راي، لا هتضيف لا هتزود من قيمه اللاعب المصري، بالعكس دي هتقلل من فرصه بشكل كبير جدا. وبدل ما يبقى عندك قدره انك انت تصدر لعيبه، سيبك من قصه اوروبا، سيدي الخليج. تعال نشوف في كام لاعب مصري محترف في الخليج، وتعال نشوف ونقارن كام لاعب من المغرب العربي، كام لاعب من تونس، كام لاعب من الجزائر، كام لاعب من المغرب بيلعبوا في دوريات مش أوروبية عربية. ولا هتضيف للكرة المصرية. نقعد بقى احنا نتخانق بينا وبين بعض، لكن لما نطلع بره كل شيء انكشف وبان. بقالنا 12 سنة مش عارفين نجيب بطولة. يعني لا كأس العرب عارفين، ولا بطولة أفريقيا عارفين، ولا كأس العالم عارفين. حتى كأس العالم النسخة الوحيدة اللي تأهلنا فيها يا ريتنا ما كنا رحناها. يعني لغاية النهارده عندنا كأس العالم 90 مشاركتنا قدام انجلترا وهولندا، سيبكم من ايرلندا، لكن عندنا افضل من مشاركتنا في كأس العالم 2018. ف الحاجات دي كلها لازم تتاخد في الحسبان، ولازم يعني اذا كان الرغبه في النهايه مش فكره بس المنافسه على المستوى المحلي، لكن اذا كان في رغبه في النهايه ان يبقى في رياضه وصناعه وفي منتخبات قويه جدا بتطلع تنافس بره، ويبقى من السهوله بمكان انك انت تتاهل للاولمبيك جيمز، تتاهل لكاس العالم. ده يبقى الهدف السهل. الهدف الصعب هو يبقى، او السؤال الصعب هو انت رايح تعمل في البطولات دي ايه؟ يعني رايح في كاس العالم تعمل ايه؟ او رايح في الاولمبياد تعمل ايه؟ وعلى كل الاحوال الايام مبينانا. احنا بنتكلم على انه غلق باب القيد يوم 10 تقريبا 10 اكتوبر، ومن هنا ليوم 10 هتبان قدام حضراتكم حاجات. هو من هنا ليوم 9 حقيقه قبل مباراه اتحاد المنستيري هتبان حاجات كتيره قوي لجماهير النادي الاهلي.